إذا انطلق بحفظ الله ورعايته شوطنا السادس لفئة القاعدين في هذه اللحظات. نرحب بجميع الحضور، نرحب بالمشاهدين خلف الشاشات والمستمعين عبر الأثير. ننطلق إذن في رحلة هذا الشوط بحثا عن الفائز، من سينتزع نقطة هذا الشوط، بحثا عن إجابة هذا السؤال اللي في المقدمة. هذا علي بن فرج المشروم مع مرغم، مرغم لفرج من علي المشروم في الصدارة، وفي ثاني المراكز هناك من الجانب الأيمن اللي في ثاني المراكز، عطونا ثاني المراكز، هذا اللي في ثاني المراكز دالوب لمحمد بن سعيد آل خديعة، واللي جاوز هناك من الجانب الأيمن اللي تقدم هذا زعفران لحمد بن سعيد الأملح وفاله الزعفران، وفي ثالث المراكز مشرف لحمد بن راشد آل شابل، وفي رابع المراكز هذا حرب لفهد أبو ربعة الحربي، وفي خامس المراكز هذا متعب لهادي بن سالم الأفجح، في خامس المراكز هذه إذن إذاعتنا للخمسة المراكز المتقدمة. أعود إذن إلى الصدارة، أذهب مع الصدارة، وهذا مرغم، إذن مرغم لا زال في الصدارة، هذه المنطقة التي تتشبع بالسلامات. مرغم لفرج بن محمد لفرج بن علي المشروم مع مرغم في الصدارة في المقدمة، وسلام يا مرغم سلام. ثاني المراكز هذا حرب لفهد أبو ربعة الحربي، حرب إذن يعلن الحرب في هذه اللحظات، يعلن الحرب والحرب كر وفر، وهذا حرب إذن جاوز، حرب راح، حرب باعد، حرب إذن تقدم، حرب راح، حرب يرى هنا لوحة الميت متر عندما رآها حرب. الله 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 يا حرب، سلام حرب سلام يا حالات الشوط. إذن يوم تسب ضوه يبهر الجمهور ويزيد انفعاله، تهانينا والناموس لمالك حرب فهد أبو ربعة الحربي. وفي ثاني المراكز هذا مرغم، مرغم اللي ما قصر لفرج بن علي المشروم، وفي ثالث المراكز الذهب لمحمد بن فرج بن هليل. التوقيت الزمني لهذا الشوط 2:12:96 جزءا من الثانية، تهانينا والناموس لجميع الفائزين.